صواريخهم أصبحت قادرة على توجيه ضربات دقيقة لمواقع داخل إسرائيل. حزب الله أصبح يمتلك بديلاً للقوات الجوية، والحرب التي تخشاها إسرائيل أصبحت أقرب من أي وقت مضى. فما الذي يملكه حزب الله ويخيف إسرائيل؟ في 22 من فبراير الجاري نشرت صحيفة معاريف العبرية أن حزب الله شيد ترسانة من الصواريخ الدقيقة على مدار السنوات الأخيرة، وهو ما يعني أنه أصبح يمتلك مجموعة صاروخية تشبه القوات الجوية، وهو تطور يهدد أمن إسرائيل بشكل مباشر، وخصوصاً في ظل اشتعال جبهة الجنوب منذ 8 أكتوبر عام 2023. فعندما يريد حزب الله أن يشن هجوماً واسع النطاق على إسرائيل، فإنه سينفذ ذلك باستخدام صواريخ قصيرة المدى، ولن يحتاج أكثر من ذلك لإحداث أضرار كبيرة على المنطقة الحدودية بحسب ما نشره مركز ألما الإسرائيلي. وفي السيناريوهات الأكثر ألماً لإسرائيل، فإن حزب الله سينفذ تهديداته بضرب أهداف أبعد مثل خليج حيفا، وبحسب تقرير مركز ألما فإن هذا مرجح وبقوة. هذا يعني أن الحرب مع حزب الله ستكون أكثر تدميراً ودموية بالنسبة لإسرائيل بحسب الدراسة الأمنية التي نشرتها صحيفة كالكليست. إليك السيناريو المرعب الذي وضعته الصحيفة العبرية: ستبدأ الحرب متعددة الجبهات، وسيطلق حزب الله من الشمال رشقات صاروخية ضخمة ومدمرة في كل مكان داخل إسرائيل. وحددت الدراسة أن جماعة حزب الله ستطلق ما بين 2500 إلى 3000 عملية بشكل يومي. ولن يكتفي الحزب بهذا القدر، فإنه وبحسب الدراسة الأمنية سيطلق الحزب وابلاً ضخماً من الصواريخ على مراكز حساسة تطال قواعد عسكرية شديدة الأهمية للجيش الإسرائيلي. وسيطال الهجوم أيضاً مدناً في منطقة تل أبيب الكبرى بحسب توقعهم، والتي سترشق يومياً بمئات الصواريخ. ويقدر معهد ألما أن حزب الله لديه مخزون يضم مئات الصواريخ الدقيقة قصيرة المدى، بالإضافة إلى صواريخ كروز وعشرات الصواريخ من نوع فاتح. هذا غير الطائرات من دون طيار التي توجه ضربات غاية في الدقة. يوماً تلو الآخر يتصاعد التهديد بين إسرائيل وجماعة حزب الله، فهل تتسع الجبهة بينهما لتنتقل إلى مرحلة المواجهة الشاملة؟